إلى السياحة، حين تستقطب مدينة موريال الكندية الواقعة في إقليم الكيبيك العديد من السياح من مختلف دول العالم لما توفره من خدمات وأماكن تراثية. نكتشف المزيد مع موفة تلفزيون النهار إلى كندا ياسين باباسي. تسمى بمدينة 100 برج، تتميز بمبانيها التاريخية والآثار العمرانية التي تظهر بوضوح عراقة مدينة موريال الكندية، تجذب السياح من مختلف دول العالم، توفر أنشطة وخدمات ترضي مختلف الأذواق والاهتمامات. C'est une très belle ville. Il y a toujours plein d'activités. On s'ennuie pas, ça c'est sûr, à Montréal. Puis il y a des festivals à tous les mois. Alors c'est vraiment une belle place où s'amuser et sortir. أظن أنه مكان قديم جميل في البلاد. أحببت المكان وأحببت فكرة البنايات ذات المساحات المحيطة بالأفراد والتي تتركهم يستمتعون بالسماء الزرقاء والتاريخ. يتوجه إلى ميناء فيو، والمعروف أيضا باسم الميناء القديم، ما يقارب 6 ملايين زائر سنويا. يضم مطاعم متميزة، فنادق، بالإضافة للكثير من الأنشطة، المعارض وألعاب التسلية. C'est une ville vraiment intéressante à mon avis, simplement parce qu'il y a 2 cultures qui s'habitent plus ou moins d'une façon agréable. Il y a des cultures françaises, anglaises, toutes canadiennes au même moment. العيش والسياحة في كندا جميل جدا. Yes. ما يزيد من جمال مدينة موريال هو مزجها الحاضر بالماضي. تعد مدينة موريال الكندية أكبر مجتمع متعدد ثقافات في كندا، تمزج بين سحر أوروبا القديمة وحداثة أمريكا الشمالية. ياسين باباسي، تلفزيون نهار، مدينة موريال، كندا.